موقفها. إذا السلام عليكم، كنا قد تحدثنا خلال الحصة الماضية عن الشروط العامة المحددة في الرضا والأهلية والمحل والسبب. خلال هذه الحصة سنبدأ بالحديث عن الأركان الخاصة للشركة، وهي تعدد الشركاء، تقديم الحصة، نية المشاركة، ثم تقسيم الربح والخسارة. إذن الركن الأول هو المتعلق بتعدد الشركاء. أول ملاحظة أن المشرع قد نصف العديد من الشركات على حد أدنى دون تحديد الحد الأقصى إلا في حالة واحدة سنتحدث عنها أيضا. إذن بالنسبة للحد الأدنى لتأسيس الشركات التجارية وبالرجوع إلى تعريف الشركة بمقتضى المادة 982، يتبين أنه لا بد من شريكين أو أكثر. إذا كان هذا المبدأ صحيح أغلب الشركات فهذا المبدأ، هناك استثناء هو المتعلق بالشركة المحدودة المسؤولية التي أصبح بالإمكان تأسيسها من طرف شريك واحد طرف الحال. بالنسبة للشركة المحدودة المسؤولية المؤسسة من طرف شريك واحد، كانت التشريعات الأنجلوساكسونية هي السباقة إلى الأخذ بهذا النوع من الشركات. أهم ميزة أنه أصبح يمكن التمييز بين الذمة المالية للشركة ثم الذمة المالية للشخص باعتباره شريك واحد في الشركة، لأن قبل الاعتراف بإمكانية تأسيس شركات محدودة المسؤولية من شخص واحد لم يكن هناك أي تمييز بين الذمة المالية، لأن بالنسبة للتاجر كان هناك اتحاد الذمة بين التجارة التي يقوم بممارستها و والذمة المالية الخاصة به، أي كان هناك اتحاد الذمة. أهم خاصية نتجت عن الاعتراف الشخصية المعنوية الشركة المحدودة المسؤولية المكونة من شخص واحد، أن أصبح هناك يمكن الفصل بين الذمة المالية للشركة والذمة المالية لمؤسس الشركة. ولو أنها من شخص واحد، لأن قبل الحالي نأخذ مثلا التاجر، واحد عنده مثلا مغازا فيتري مثلا، كاين هناك اتحاد الذمة ما بين الذمة المالية تاع التاجر والمحل التجاري ديالو ولا لا؟ المحلات التجارية. هنا يجب الرجوع
الى شكل هذاك المحل التجاري، الى كان مؤسسات، الى كان تاجر شخص طبيعي، هنا راه كاين اتحاد الذمه، بمعنى ان الذمه الماليه للتاجر هي الذمه الماليه ديال هذاك المقاوله التي يقوم بتسييرها، في حين اذا كانت هذيك المقاوله تم تاسيسها في شكل شركة محدودة المسؤولية مشكونة من شريك واحد، ففي هذه الحالة يتم التمييز بين التجارة ولا المحل التجاري اللي هو عبارة على شركة محدودة المسؤولية والذمة المالية للتاجر. أهم مزايا اللي جات بها هذه الشركة محدودة المسؤولية مشكونة من شريك واحد هو الحد من الشركات السورية. أشنو المقصود بهذا الحد من الشركات السورية؟ لأن قبل الاعتراف بالشركة المحدودة المسؤولية المكونة من شريك واحد كان خاص يكونوا على الأقل شريكين أو أكثر. أشنو تيديروا؟ واحد هو اللي جايب الاموال التمويل الكافي لتاسيس الشركه، اش يدير؟ خصو واحد اخر اش يدير؟ تياخذ هو 99 حصه وتيدير 900 حصه، تيديرها بسميه الزوجه ديالو ولا احد الابناء ديالو ولا احد الاقارب فقط، وهي عباره على شركه صورية. هي في الواقع راه في اسم المقاوله، راه ولا الشركه راه في اسم هي ديال شخص واحد، ولكن القانون لم يكن يسمح بتأسيس الشركة من شريك واحد. اش يدير؟ خصو باش يكمل. كيف تيوقع الان في شركة المساهمة؟ لان في شركة المساهمة ولو انها يفترض انها تجميع الاموال وان هي المحرك تاع الاقتصاد، وان بامكان بفضل هذاك التجميع تاع الاموال تتوفر على امكانيات مالية ضخمة، فحتى بالنسبة لشركة المساهمة أغلب شركة المساهمة هي شركات عائلية. أش تلقى؟ تلقى مثلا الشخص بيأسس الشركة، وشي تيوقع في أغلب شركة المساهمة باستثناء مثلا بعض الشركات بحال الأبناك وشركة التأمين إلى غيرها من بعض الشركات اللي تلقى عندها قوة اقتصادية كبيرة. في شركة المساهمة توا المشرع نص على أن الحد الأدنى من المساهمين هو 5 مساهمين. أش يدير؟ تيقدر يكون هو بوحدو اللي جاب هذوك النص، ياخذ هو مثلا 96 سهم وربعة الاسهم باش يكمل 5، تيعطي السهم لمرتو وثلاثة لولادو باش يكمل 5 ديال يكمل 5 ديال المساهمين. وبغاو ولو انه يفترض ان شركة المساهمة تكون فيها الهدف هو سواء كانت تدعو لجمهور الاكتتاب او لا تدعو لجمهور الاكتتاب باش يكون هو تجميع لرؤوس الاموال لإقامة مشاريع كبيرة. بالنسبة للمساوئ، لأن كل حاجة لها إيجابيات وسلبيات، هو بالنسبة للإيجابيات قلنا أنه يتم تقليص من الشركة السورية، تصبح الشركة ملزمة بمسك حسابات وايضا تعيين مراقب للحسابات، بخلاف الامر بالنسبه لاتحاد الذمه اللي تتكون كاينه مقاوله عباره على شخص طبيعي، تبدا تخلص غير اولا الضريبه على الدخل، ما في حين ان في شركه مساهمه تخلص الضريبه على الشركات، وتقدر يكون حتى هذاك زعما تيمسك حساب واش يكون تيكون هذاك يؤدي ضريبه جزافيه، تيجي غير مفتش على الضريبه هو اللي تيدير لك تقوم تقويم جزافي، في حين انه بالنسبه لحساب ديال الشركه تصبح الشركه تاهي عندها حقوق والتزامات، والالتزامات ديالها انها خصها ضروري تمسك محاسبه باش تؤدي حتى في الاداء تاع الضريبه على الشركه تؤدي 30% من الارباح. المساوئ اللي كاينه في السلبيات ديال هذا الشركة المحدودة المسؤولية مكونة من شريك واحد أنها ما تكونش عندها ضمانات كافية، حيت تبغي تمشي تاخذ قرض من البنك، خصوصا أن الحد الأدنى لتأسيس الشركة المحدودة المسؤولية، شحال الحد الأدنى الرأسمالي؟ شحال؟
بزاف الدراهم يكبر في البوليكو بكين عشان الدراهم قاش قديم قاش ما عادش واش بقاش على لقاش راه ولا صفر درهم يمكن تأسيش شركة محدودة المسؤولية بدون رأس مال هذه من بين التوصيات اللي كانت جات من منظمة دولية لتشجيع مناخ الاستثمار أنها طالبت بتخفيض رأس مال ديال الشركات المستويات قليلة ولكن عندما تؤسس شركة من شخص واحد برأس مال ضعيف وتتبغي تمشي تاخذ تمويل تتبغي تاخذ تمويل من الأبناك ما تتكونش عندك ضمانات انت مثلا دير شركة استيها بخمسة آلاف درهم ولا بعشرة آلاف درهم كاع ولا تاع عشرين ألف درهم مش تمشي تاخذ قرض من البنك أنا ما غيتسلفوكش علاش لأن ما عندكش ضمانات والبنك ما تيتسلفكش إلا ما كاينش ضمانات هادشي يولي يطلب عوض باش يطلب ضمانات مرتبطة بالموقع الشركة تولي يطلب كفالة شخصية ديال المؤسس تاع الشركة إذا نترجعو عاوتاني لنقطة البداية لأن علاش نديرو هاد شركة محدودة المسؤولية مكونة من شخص واحد للفصل بين الذمة المالية ديال الشريك والذمة المالية تاع الشركة ولكن إذا كان رأس مال ديال الشركة ضعيف فالأبناء بغا يحتاجوا القروض فالأبناء غالبا ما تفرض ضمانات شخصية ديال المؤسس إذا بالنسبة لعدد الشركاء والمساهمين في الشركات شركة تضامن على الأقل جوج الشركاء دون أي حد أدنى من رأس المال يمكن لا تتكون بصفر درهم علاش؟ لأن شركة التضامن المسؤولية غير محدودة ديال الشركاء إلا ما خلصوا الشركاء إلا ما كفاوش أصول الشركة غيمشيو ينفذوا على الأموال الخاصة ديال الشركاء بطبيعة الحال شركة توصية بالبسيطة أيضا عدد الشركاء زوج على الأقل خصهم يكونوا زوج واحد شريك متضامن والآخر شريك موصي لأن كاين جوج الأنواع شركة التضامن كلهم شركاء متضامنين خصهم يكونوا زوج على الأقل زوج شركاء وكلهم هم شركاء متضامنون في حين أنه بالنسبة للشركة التوصية البسيطة تكونوا على الأقل زوج شركاء واحد فيهم خصو يكون شريك متضامن والآخر خصو يكون شريك موصي طبعا الشريك المتضامن يسأل عن له صفة التاجر ويسأل عن جميع ديون الشركة في حين أن الشريك الموصي لا يسأل إلا في حدود الحصة التي قدمها في رأس مال الشركة شركة المحاصة أيضا تيكون فيها جوج الشركاء المحاص واحد تيكون هو الظاهر واحد تيكون مستتر بطبيعة الحال بالنسبة للمجموعة ذات النفع الاقتصادي أيضا تتكون المجموعة ذات النفع الاقتصادي تكون شركة مساهمة عرفتي شنو المجموعة ذات النفع الاقتصادي شركة المحاصة عرفتوها حتى هي شركة مستثيرة تيكون بحال واحد تيدخل الشركة دون أن يعلم به الغير وكاين واحد هو اللي كأنه حتى تتعامل معاه كأنه هو المالك الكلي للشركة إذا تيكونوا على الأقل خصو يكونوا جوج شاع الناس واحد ظاهر وواحد راه مستتر المجموعة ذات النفع الاقتصادي الأعضاء ديالها ماشي أشخاص الأعضاء ديالها تيكونوا شركات مساهمة إذا قلت الأعضاء ديالها تيكون شركة مساهمة والهدف ديال الشركة هو تحقيق الربح ولكن المجموعة ذات النفع الاقتصادي الهدف ديالها ليس تحقيق الربح
وقد تكون شركة المساهمة أيضا من رأس مال ديالها شركة المساهمة، راه كاين حد أدنى لرأس مال 300,000 درهم إذا كانت شركة مغلقة، و 3 مليون درهم إذا كانت تدعو الجمهور للاكتتاب، في حين أن مجموعة ذات منافع اقتصادية يمكن أن تتكون بدون أي رأس مال. وشنو نقول الهدف ديالي تحقيق الربح، الهدف هو الدفاع على مصالح الأعضاء ديالها، وقلنا الأعضاء ديالها هما تكون مكونة بشركة مساهمة. نعطي مثال على ذلك، لنفترض أن شركات كاينين 3 شركات ولا 4 تينشطوا في نفس المجال، مثلا تبيعوا المواد الفلاحية ولا تصدروا المواد الفلاحية، إذا باش تصدر تلقى أسواق خارجية باش تصدر ليها، إذا مشات كل شركة تتبحث على هذوك الأسواق وخاصها تكري لي ستوند في لي فوار انترناسيونو، راه مسألة مكلفة. اش يديروا؟ تيجمعوا 5 شركات ولا 10 وتيديروا مجموعة ذات نفع اقتصادي، لنفترض أنه مثلا كلهم تينتجوا الليمون مثلا، سيرت المرة الجاية واش إذا عوض باش تولي كل وحدة تتصرف مصاريف باش تلقى أسواق خارجية، تيكونوا مجموعة ذات نفع اقتصادي وتيبداو يشاركوا في هذوك لي فوار، ولا باش من أجل تسويق المنتجات ديالهم، تيكريو لي ستوند في لافوار مثلا، تيديروا اتصالات مع تجار في دول أخرى، وبطبيعة الحال من أجل إيجاد أسواق خارجية، إذا جا كل واحد يدير هذه العملية غادي تكون مكلفة، ولكن حتى يوليو بخمسة ولا بعشرة الشركات تيديروا نفس العملية بطبيعة الحال تتولي تكلفة أقل بالنسبة لكل شركة، إذا الهدف ليس تحقيق الربح في نهاية المطاف، علاش مديورين الدفاع على مصالح ديال الأعضاء، ولكن هذوك الأعضاء تيكونوا عبارة على شركات، شركة تهدف إلى تحقيق الربح، ولكن المجموعة اللي كانت ما بين هذه الشركات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما الدفاع على مصالح ديال الأعضاء ديالها. إذا قلنا أغلب الشركات يمكن لهم يتكونوا بطبيعة الحال من شريكين لكل مبدأ استثناء، وبالتالي هناك بعض بعض الشركات التي قد تتطلب عدد أكبر ولا أقل، تكلمنا على العدد الأقل هو الشركة المحدودة المسؤولية المكونة من شريك واحد، وكاين بعض الشركات التي تتطلب أكثر من شريكين، بحال شركة توصية بالأسهم، شركة توصية بالأسهم تتشكل من 4 تتشكل من شريك وثلاثة مساهمين، إذا 4 تاع الأشخاص تيكونوا على الأقل شريك متضامن وثلاثة مساهمين، يعني في التوصية البسيطة تيكون شريك متضامن وشريك موصي ورأس مال شركة التوصية البسيطة يقسم إلى حصص، في حين أنه بالنسبة لرأس مال ديال شركة التوصية بالأسهم فهو يقسم إلى أسهم، وخص يكون على الأقل شريك متضامن واحد وثلاثة المساهمين. أيضا بالنسبة لشركة المساهمة فخص تكون على الأقل من 5 مساهمين، تم تخفيض هذا الرقم لأن كانوا يتم تكوينها من 7 مساهمين، وفي التعديل الجديد رجعوا 5 المساهمين، مما يبين على أن حتى شركة المساهمة فيها واحد المجال ديال الاعتبار الشخصي. الحقيقة أن المشرع نقصها باش للحد من الشركات الصورية،
وكان على الرغم من انها شركه اموال فتبقى فيها الى حد ما الاعتبار الشخصي وارد الى حد ما. اذا هذا كل ما يتعلق بعدد الشركاء. بالنسبه لتقديم الحصه طبيعة الحال تقديم الحصة بالنسبة للشركاء ولا المساهمين يعتبر شرط ضروري لاكتساب صفة شريك أو مساهم. أيضا لكي يكون نظام أساسي صحيح لابد من تحديد حصة كل شريك ولا عدد أسهم كل مساهم ولا داير قيمة الحصة متى كانت حصة عينية، لأن حتى الحصة ليست نوع واحد تنقسم إلى ثلاثة أنواع، هناك الحصة النقدية أو نيميغير أي نابضة تحط فلوس، وكاينة الحصة العينية هي أون ناتور، وكاينه الحصه الصناعيه. ولا نحاولوا نتكلموا على كل نوع من هذه الانواع. على اي حال عندما تقدم حصه للشركه خاصك تاخذ خاصك تاخذ المقابل ديالها، سواء كانت حصه نقديه او عينيه خاصك تاخذ تتحط المال كمساهمة ديال الشركة تاخذ ماشي الأرباح باقي وصلناش الأرباح تاخذ المقابل. المقابل هو إما تتاخذ حصة ولا تتاخذ أسهم، إما ديبار ولا ديزاكسيون. الحصة تتكون في شركة تضامن وتتاخذ حصة، شركة التوصية البسيطة تتاخذ حصة، الشركة المحدودة المسؤولية تتاخذ حصة، في حين شركة التوصية بالأسهم تتاخذ أسهم، وشركة المساهمة تأخذ أسهم. ايضا بالنسبه للقيم المنقوله هناك الاسهم والسندات وشهادات الاستثمار، فجميع شركات الأشخاص بالإضافة إلى الشركة المحدودة المسؤولية لا يمكن لها إصدار قيم منقولة قابلة للتداول، بخلاف الأمر بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم وشركات المساهمة يمكن لها أن تصدر قيم منقولة قابلة للتداول. نعطي مثال على ذلك. إذا خديتي الشركات المساهمة مثلا، خصوصا إذا كانت شركات مساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، تتصدر أسهم، وهذوك الأسهم تكون قابلة للتداول، بمعنى انت تقدر تبيع لواحد اخر تبيع لاخر، ما كاين حتى اشكال لانها قابله للتداول. تقدر كاع تصدر سندات، الى صدرت اسهم اللي شرا هذوك الاسهم تصبح مساهم في الشركه،
ولتبرك سندات من اقتنى تلك السندات يصبح دائن الشركة. هذا هو الفرق ما بين حامي السهم وحامي السند. حامي السهم حيث تكون مثلا تكون احنا مثلا 10 تاع المساهمين والشركة تصدر أسهم، كاين واحد المبدأ هناك حق الأفضلية، أي أن ذوك المساهمين اللي كاين تكون عندهم الحق الأفضلية في اقتناء تلك الأسهم، حتى لو بغاو يشريوها عاد يشريوها وحدين آخرين. السندات ما عندكش الحق كاع تدخل في إدارة الشركة، لأن صاحب السهم عنده الحق يتدخل في إدارة الشركة إلا كان من المساهمين الكبار. المهم يعتبروا مساهم في الشركة. صاحب السند شنو هو؟ صاحب السند تكون الشركة في حاجة إلى تمويل، حاجة إلى مال. عند الخيار إما تصدر سندات ولا تصدر أسهم، أيهما أفضل؟ علاش؟ وراه ماشي بالضروري غير يكون غير تشري السهم وغادي تدخل في الإدارة، راه اللي تمشي في الإدارة راه تيكونوا فيه غير المساهمين الكبار. إلا مثلا المساهمين واحد عنده 19% ولا آخر 7% ولا آخر 20%، واخا واحد يشري 1% يقدر ما يكونش في مجلس الإدارة. غير هما أيهما أفضل؟ لأن كاين حتى كاين إما أسهم ولا سندات. المهم إلا لنفترض أنه نحن شركة ودائما الحياة الشركة ولا في أي شيء البداية تكون صعبة، لا في الشركات ولا في غير الشركات. باش الشركة تحقق أرباح راه ماشي من العام الأول تحقق أرباح، خاصها تعرف السوق في البداية تكون صعيبة، هو هذوك السنوات الأولى في حياة الشركة. إلا جيت أنايا سنا الشركة حنا مثلا 10 الناس وتتكون بذلتي مجهود كبير باش يلاه تلقى الموقع ديالك في السوق، جيتي بغيتي توسع النشاط ديالك، إلا صدرتي أسهم هادوك اللي غيشريو الأسهم غتجي لهم القضية غتجيهم سهلة، من العام الأول غيبداو يحققوا في الأرباح ياخذوا معاك حتى هما في الأرباح، في حين أن أنت تسكت في سنوات ما تاخذ لا أرباح لا والو من أجل إنماء الشركة. في حين إلا صدرتي سندات وفي السندات كاينين سندات عادية وكاينين سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، كاين جوج أنواع تاع السندات. شنو هما السندات؟ السندات تكون محتاج الفلوس تندير لي زوبليغاسيون سندات تتشريهم، تنعطيك مثلا نسبة فائدة مثلا 4%، شريتي مثلا 100 مليون تاع السندات من بعد عامين تجي تاخذ 8 مليون 108 4% كل عام تعطيك 108 تاخذ فلوسك صافي وتيتلغاو السندات اذا تفكتوا لي علاقه ديال دائن مع مدين. هذه بالنسبه للسندات العاديه. كاينين السندات القابله للتحويل الى اسهم. السندات القابله للتحويل الى اسهم تديروا مثلا السندات على عامين، تتوصل هذيك عامين صاحب السند عنده الخيار اما ياخذ فلوسه مع نسبة الفائدة ولا يحولها إلى أسهم في اللي حسب. نعم ياخذ فائدة، علاش؟ أيهما أفضل؟ أنا أعطيكم مثال، لنفترض أن السهم تاع الشركة 2014 كيدير 500 درهم، كانت الشركة في حاجة إلى أموال، خدا هذاك خدا سندات بنسبة فائدة 4%، شرا مثلا 10,000 درهم، 10,000 درهم مدة سنتين غادي تعطيك شي 1600، يمكن تعطيك 11600 لاقاش 4%
لا تعطيك 10800 درهم، تعطيك 10800. إذا بعتيته تعطيك من بعد سنتين تعطيك 10800 درهم. إلا بعتي السندات، ولكن انت عندك الخيار إما تبيع السندات ولا تحولهم إلى أسهم. هذاك السهم اللي كان كيسوى 500 درهم في 2014 دونك انت بعتي سنة 2016 خسرت تمشي في بعتي غير غادي نشوفو في 2016 إلا ولا كيسوى أكثر من 540 درهم من الأفضل يحولوا إلى أسهم. إلا ولا كيسوى أقل من 540 درهم من الأحسن يمشي ياخذ يبيع السندات وياخذ فلوسه. علاش؟ لأن 540 درهم هي 4%، إذا كانوا كيسواو 4% بحال كيحولهم إلى أسهم بحال إلا خدا السندات. كان السهم كيسوى أكثر من 540 درهم أحسن يحولوا إلى أسهم، كان قل من 540 درهم حسن ياخذ يبيع السندات مش يرد السندات شو ياخذ نسبة الفائدة ديالو، ومن بعد الا بغى يشري السهم يشريهم برخص كاع. اذا هذا هو اللي هذا كيبان واش ايهما افضل. غير هو بالنسبة للسندات راه بحال تقوم باقرار الشركة، كيف يتم تحديد نسبة الفائدة اللي غادي تعطي الشركة للشخص الذي اكتسب في سنداتها؟ هو المبدأ اللي كاين، إذا كان البنك يقرض لا ماشي يقرض، إذا كان البنك تيعطي إلى مثلا كاين اللي تيمشي يدير تي ديبو افير تيدير يودع امواله بحال كيجمدهم، البنك تعطيه نسبة الفائدة على الفلوس ديالو. دابا البنك تعطي تقريبا واحد 3%، إلا مثلا حطيتيه على كل سنة تعطيك 300 مليون، إلا حطيتيها تعطيك 3 مليون في السنة، ولكن خصك تجمدها تسمى ان ديبو افير. دائما الشركة حيث تبغي تصدر سندات تدير واحد نسبة الفائدة على ديك السندات، تتكون أكثر من البنك ولا أقل من البنك. تزيدهم شوية في النسبة ماشي أقل. طبعا الحال جواب صحيح، لانه اذا كانت البنكة تعطي ب 3% 3% راه فلوس مضمونين، غتحطهم عند البنك غتاخذ 3% ديال. اذا داش الشركه، لان في الشركه كاين مخاطر، اش هما المخاطر؟ راه تقدر الشركه دير افلاس بعدا فلوس كاع ما تاخذهم، لذلك تكون مضطره اذا كانت البنكة تتسلف ب 3% الاخرى تيبداو يعطيو 4 ولا 4.5%، والا غادي يولي هذاك المستثمر يمشي يحط فلوسه في البنكة غير 3%، وبعد المرات راه ب 3.5% يقول لك مالي انا على الصداع اللهم نحطهم في البنكة وغناخذ 3%، وتما غنمشي يقدروا يديروا افلاس، مشاو لي الفلوس غنولي داخل انا في كتلة الدائنين في اطار التصفية القضائية، واش غيبقى لي شي حاجة ولا ما غيبقاش؟ في حالة التصفية القضائية غندخل في كتلة الدائنين ونبقى نتسنى المرتبة ديال السرسالة. طبعا الحال بالنسبة للأنصبة والأسهم ديال الشركاء والمساهمين هي اللي تتحدد نصيب كل مساهم أو شريك في أرباح الشركة ولا تحمل الخسائر. طبعا الحال بالنسبة لشركة الأموال
يجب أن تكون الحصة المقدمة من طرف الشركاء ولا المساهمين مساوية لما تم مساوية لرأس المال المتفق عليه. التزمت باش نأدي مثلا 100,000 درهم كمساهمة ديالي في الشركة، خصني نأدي 100,000 درهم. ولو أنه في كاين واحد الاستثناء هنا، أنه في إطار شركات المساهمة تتكلم دائما على شركات الأموال، خصوصا شركات الأموال ومحدودة المسؤولية. كاين واحد الاستثناء أنه في شركة الأموال يمكن الواحد أن يكتسب فقط بربع قيمة السهم الذي التزم به. إذا كان مثلا السهم يساوي 100 درهم، يقدر يعطيه 25 درهم وتتبقى الشركة. إذا بغى يشري شاري هو التزم باش يشري 1,000 سهم، فتلتزم باش المساهمة ديالو تدخل 10 مليون، غياخذها أسهم، تياخذ هذيك 10 المقابل ديال 10 مليون أسهم، ويقدر يعطيه 2.5 مليون. إذا في هذه الحالة إلا عطى 2.5 مليون، تكتسب فقط كل سهم بربع قيمته. فهمنا؟ يمكن لك عند تأسيس الشركة كل واحد يعطي فقط، تكتسب فقط بالربع القيمة. المشرع لن يلزمك باش تكتسب مجموع رأس المال ديال الشركة، بطبيعة الحال يستحقوا المساهمين كلهم. نعطي مثال على ذلك، شركة المساهمة يقول المشرع أن الحد الأدنى لرأس المال هو شحال في الشركات المغلقة؟ 300,000 درهم، 30 مليون. وراه يقدر يتفقوا المساهمين بيناتهم ويكتسبوا غير بالربع ديال القيمة ديال السهم، هي شحال؟ هي 7.5 مليون. راه يمكن تأسيس شركة المساهمة دابا اتفق الحد الأدنى هو 30 مليون 300,000 درهم، ولكن يمكن لينا في النظام الأساسي نقولوا بأن كل مساهم غادي يدفع فقط الربع ديال المساهمة ديالو، دونك غادي تسوى غير ب 7.5 مليون. شريطاتها انه يؤدي خلال 3 سنوات خصو يؤدي هذيك 3 الأرباع، من بعد سنة خصو يؤدي الربع، من بعد سنة خصو يؤدي الربع، من بعد سنة خصو يؤدي الربع، هي 3 سنوات. ولكن إذا مشاو تداروا هكا يمنع عليهم إصدار أسهم ولا سندات جديدة. علاش؟ ناخذ مثلا بغيت تبرو سندات جديده، شكون غيكتسب في هذوك السندات؟ غتولي عنده شنو الصفه ديال دائن الشركه، وانت باقي لا ما خلصتش داكشي اللي عليك، وبغيتي تبدا تدخل الناس يكتسبوا في الشركه باش ديال الحيلوله، باش ما يكونش هناك نصب من طرف المساهمين في الشركه. المشرع منع على الشركات التي لم يتم الاكتتاب بالكامل في رأس مالها من إصدار سندات، باش ماشي يولي بحال هذيك الحالة، بحال لا تنصف على عباد الله، داير بأن شركة رأس مالها 30 مليون في حين أن رأس مالها ديالها باقي لمكتسبين يلا 7.5، وتجي الغد ليه تبدا تدير سندات ديالها تقول له ولا لا هادو راه عندهم 30 مليون وتدير سندات ب 10 مليون، هي راه 10 مليون ما كايناش حتى في الشركه، راه 7.5 مليون. لذلك خاص بعدا تيخلصوا المساهمين ما بذمتهم، على الساعي يمكن ليك تبدا تصدر في السندات. مسألة أخرى هي بالنسبة للحصص،
نعم 3 سنين و4 علاش قلتي 4؟ ها اذا غادي تولي 4. انت علاش قلتي 4؟ قلتي 3 سنين و4، قلتي 4 ياك؟ لا اين ما خلصوش هذيك الاجل تاع 3 سنين يجب ممكن التنفيذ جبرا عليه باش يخلص، وخاف الاموال راه التزم بها، لاخاطش غادي يقدر يعرقل النشاط تاع الشركه، يقدروا الشركاء ينفذوا عليه، يمكن الشركه ها نعم فهمي ما خلصوش خصها واحد القضية كاين ما أصبح ما يسمى بحدود الحرية التعاقدية في إطار شركة المساهمة، راه كنا تكلمنا على هل الشركة عقد أم نظام، أصبحت المقتضيات القانونية التي تخضع لإرادة الأطراف شركة المساهمة محدودة جدا مع المقتضيات الآمرة المنصوص عليها في شركة المساهمة، وخا يتفقوا كاملين على أنهم ما يخلصوش يعتبروا شرط باطل، اتفاق باطل، علاش؟ لأنه مخالف المقتضيات القانونية آمرة، هو البداية كاين العقد أننا تنجمعوا حنا بيناتنا وتنقرروا اننا غادي ناسسوا هذا النوع من الشركات، لحد الان باقي الاراده هي اللي مسيطره، ما بغيتش ندير شركه محدوده المسؤوليه، بغيت ندير شركه مساهمه، ولا ما بغيتش ندير شركه تضامن، بغيت ندير شركه توصيه البسيطه ولا بالاسهم، اذا هنا الاراده هي اللي تتلعب، ولكن بمجرد الانخراط في تاسيس الشركه ففي هذه الحاله ما يمكنش الاراده، كاين اراده ديال الاطراف ولكن اراده محدوده تتكون في مواجهه اراده المشاريع، القواعد الامره المنصوص عليها من طرف المشرع والتي لا يمكن الاتفاق على مخالفتها، وبالتالي واخا يتفقوا باش انهم يقولوا مثلا لاخاطش انا غادي واخا يتفقوا راه يوليو تينصبوا على المتعاملين مع الشركه، علاش؟ لان تجي تكتب شركه مساهمه راس مالها 300000 درهم، جيتو انتم عطيتو 7 مليون ونص، دازت واحد عام خصكم تخلصوا واحد الربع الثاني، قلتوا صافي نتفقوا ثاني باش ما نخلصوش، يقول لك راه خديتو اسهم الشركه وفين هو المقابل ديالها، خصكم تخلصوا، وحتى المتعاملين مع الشركه غادي يوليو تيوقعوا في الغلط، لان الشركه الرسميه ديالها 7 مليون ونص وانتم دايرين في جميع الوثائق 300000 درهم، اذا هذا الشيء كله تيجعل ان ضروره تنفيذ الالتزام، لا لان النهار الاول حتى واحد ما قال لك دخل بهذاك، هو ما قالش لك دخل بهذاك المقدار، وثانيا يفترض انك تخلصوا عند التاسيس والمشرع غير تجاوزا قسموا لك على 3 سنين، اذا راه انت اللي التزمتي النهار الاول، ما تيش شي واحد قال لك اجي ادخل للشركه النهار الاول، حتى ما قال لذلك فتيبقى انه التزام وخص نعم الشرط ما يمكنهمش يتفقوا عليه لانه اتفاق مخالف القاعده امره، وخصهم تيولي انا كاين حتى مراقب الحسابات، لان علاش قلنا الفرق ما بين الشخص الطبيعي التاجر غير ملزم بمسك المحاسبه العموميه، في حين انه في شركه المساهمه اذا كانت شركه تكون ملزم بمسك محاسبه، وفي اطار شركه المساهمه ولا بد من يكون هناك مراقب للحسابات، مراقب الحسابات كان فيما مضى تقدر يكون اجير في الشركه،
ولا كان اجير في الشركه تيجيو المتصرفين في الشركه تيبقاو يعطيو الاوامر، ولا انه الى بلغ على المخالفات ديالهم يقدروا يخرجوا من الشركه. الان الوضع تبدل، مراقبي الحسابات اصبحت مهنه مستقله، مراقب الحسابات لم يعد وكيل للجمعيه العموميه، وانما اصبح جهاز من اجهزه شركه المساهمه، بحاله بحال الجمعيه العموميه، بحاله بحال مجلس الاداره، بحاله بحال المدير. كاين جهاز ديال مراقب الحسابات، مراقب الحسابات لا في التعيين ديالو ما غاديش يكون عنده، يمنع عليه باش يكون عنده مثلا كان هولدينغ وعفي جوج الشركات، ممنوع عليه يخدم حتى في الشركه الاخرى. بحال مثلا مثلا البي ام سي عندها شي اسيرونس اخرى، ما يمكنش يكون اجير في هذه الشركه ومراقب حسابات هنا. علاش؟ لان عندهم نفس الباترون، دونك باش ما يتدخلش فيه ممنوع عليه باش ياخذ اجر كيف ما بغى ياخذ، ياخذ لي زونوغيغ الاتعاب ديالو من الشركه اللي تيقوم بها. ما خاصش يكون عنده رقابه قرابه مع شي واحد من المتطرفين تاع الشركه باش ما يستغلش هذيك القرابه، وبالتالي يكون ملزم بالتبليغ على كل المخالفات اللي يوقف عليها المجلس الاداره، ولا مثلا مجلس الاداره خبع هذوك المخالفات يكون ملزم بالتبليغ عليها الجمعيه العموميه اللي تيكون فيها جميع المساهمين، خلال كيفاش يبلغهم خلال هذاك لو رابور انيوال اللي تيدير، لان تيدير تقرير سنوي وتيدير فيه الا كانوا شي هناك شي مخالفات. بل اكثر من هذا، الا كانت الشركه مسعره في البورصه تيكون خصو يخبر حتى سي دي في ام، مجلس اخلاقيات القيم المنقوله. اذا كانت عباره على بنك خصو يخبر بنك المغرب، اذا كانت عباره على شركه تامين خصو يخبر مديريه التامين بوزاره الماليه. وبالاكثر من هذا، اذا كانت عندها صبغه جرميه خصو يبلغ حتى النيابه العامه. اذا وتيكون هو مستقل في العمل ديالو. لذلك طلعت على علاش قلت انها هي تقترب من النظام اكثر منه من العقد، تتفق تتولي من بعد المقتضيات القانونيه الامره اللي تطبق عليك، وتبقى مجال ديال الاتفاق والعقد بسيط مقارنه مع القواعد الامره. بطبيعه الحال قلت ان كل واحد يقدم حصص، يفترض في هذوك الحصص انها متساويه. قلت انه يفترض في تلك الحصص انها متساويه، الى ما عند سكوت الاطراف فالحصص متساويه، ولكن ماشي ليس هناك ما يمنع ان واحد يقدر يكون عنده 1000 سهم وواحد عنده 50 الاخر عنده 500، ولكن عند سكوت على الحصص ولا المساهمات ديال كل واحد يفترض انها متساوية. بطبيعة الحال بالنسبة للحصة يجب ان تكون حصة حقيقية وليست صورية. حالاش حصة حقيقية وليست صورية؟ خصوصا هذيك هنا في الحصة العينية. مثلا انت جيت قلت لهم انا غادي نساهم بالماحل، فين غادي ديروا هالتجاره؟ راه غنساهم بالماحل، والواقع ان ذاك المحل هو اصل تجاري مثقل بالديون، مسجلين عليه في السجل التجاري واحد 80 مليون ولا 90 مليون تاع الديون. وانت وجا قوم الخبير لقى ان الثمن الحقيقي ديالو تيدير 60 مليون ولا 70 مليون، واش من الاسهم غادي يعطيك؟ حقاش هذوك الدائنين غيمشيو ينفذوا على
هذاك الاصل التجاري، اذا خصو تكون خصو يكون حقيقي، حصه حقيقيه وليست صوريه. ولا مثلا جيتي قلتي لهم انا عندي براءه اختراع هي اللي غنساهم فيها في المشروع في هذه الشركه، في حين ان هذيك براءه الاختراع اللي كانت في الملك ديال دازت عليها 20 عام وطاحت في المجال العام، دابا ما بقات عندها حتى شي قيمه، يمكن الشركه تستغلها بدون موافقه كاع ديالك. بالنسبه لاشكال الحصص كنا تكلمنا ان كاينه حصه نقديه ثم حصه عينيه وحصه صناعيه. الحصه النقديه لا تطرح اي اشكال، الشخص يقدم مبلغ من المال الى كل شيء قدم حصه نقديه ما كاين تطرحش اشكال. انت جبتي 100,000 درهم راه بين المساهمه ديالك، انت جبتي 50,000 درهم وانت 80,000 درهم، اذا تتكون حصه عادله، لان في الحصه العينيه اللي خصنا ندوزو للمسطره تاع التقويم، خاصك تقوى مثلا واحد جاب طوموبيل ولا اخر جاب محل تجاري، وخاص يجي مراقب الحصص اللي تيقوم هذوك الحصص. هنايا تيقدر يكون هناك وبعض المرات كاع بعض المرات تاهي كاين اللي تيبداو يديروا المغالاه في هذوك الحصص العينيه، هو راه جايب لك طوموبيل تدير 2 مليون يقدر يردها 8 مليون ولا 9 مليون. علاش دابا نتكلموا عليها خصوصا انه في الحصه الا ما كانتش واصله 100,000 درهم من ليس بالضروري باش تجيب مراقب الحصص. المهم الحصص اللي غادي نتكلموا عليها سميتو، اذا كل واحد خصو يجيب المبلغ تاع النقود، حصه الحصه النقديه خصو يجيب المبلغ تاع النقود المتفق عليه، الا اذا اتفق الاطراف على اداء اما النصف ولا الربع. راه قلنا ما يمكنك تادي كاع حتى للربع، يمكن اداءها عن طريق دفعه واحده ولا عن طريق عده دفعات، ولا بغيتي تاديها على طريق عده دفعات فالشريك ولا المساهم يظل مدينا للشركه بالمبلغ. بل اكثر من هذا، الى مثلا وصلت الوقت ديال اداء الحصه ديالو مابغاش يخلص، يمكن لهم يطالبوا بان يؤدي ما بذمته للشركه، ولا الى ما بغاش راه يقدروا ينفذوا حتى على الاموال الشخصيه، ولكن الى ما عندوش وما بغاش يخلص يمكن لهم كاع المطالبه باخراجه من الشركه. لان انت مثلا ويمكن لهم يطالبوا حتى بالتعويض، لان التعويض بحالاش لان كانوا معولين على هذوك الاموال، خصوصا اذا كانوا ما خمسه وواحد ما بغاش يخلص داكشي اللي بقى ليه يوليو اربعه، ما يمكنوش تبقى شركه مساهمه، يوليو اوبليجي يقلبوا على الخامس ويحولوها الى شركه اخرى، يمكن لهم يطالبوا باخراجهم من الشركه مع التعويض. القاضي هو اللي تيحدد التعويض، اذا كان اكثر من المساهمه ديالو راه خصو يزيدهم، اذا كانت المساهمه ديالو اكثر من ذاك مبلغ التعويض راه ما غادي يعطيوه الفارق بينهما. تساؤل مثلا اذا كان انا دائن لشخص واش يمكن لهذاك مبلغ الدين هو اللي نساهم به في الشركه، هو مساله جائزه، ولكن ماذا تولي شريك في الشركه حتى هي الشركه تستوفي ذلك الدين، ولو خيت تماطلوا ما بين ماشي شغل الشركاء، لان انت العلاقه عندك ما بينك وبين المدين اللي تتسالو، ويمكن واخا الدين يمكن لك تساهم فيه، ولكن خص الشركه ان تقوم باستخلاص دينها. بالنسبه للحصه العينيه والحصه الصناعيه، نتمنى الحصه المقبله.